محافظ صلاح الدين يطالب القائد العام توحيد القرار الأمني بمناطق المحافظة لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين وحماية أرواح المدنيين. محافظ صلاح الدين يجدد عزمه مواصلة مشروع الإصلاح والإعمار بعيداً عن الاستهداف السياسي واعتبار خدمة المواطن واجباً مقدساً. استعدادات لمراجعة أمنية لقواطع العمليات في صلاح الدين لإجهاض المخططات الإرهابية، والبلديات تباشر إعادة إعمار جسر الزرقاء الاستراتيجي. الكاظمي يطلق مشروع الإصلاح لبناء الدولة، والحلبوسي يبحث في عمان نتائج القمة الثلاثية والشراكة في صناعة القرار الإقليمي والدولي.